بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المنظر في يوم 27 من شهر شوال لعام 41 هجرة في الهجرة الطائر. ومع هذا المنظر نتلو هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الحمد لله.